16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عنا 3 مباريات. ضمك الرابع يستضيف النصر الثالث. الرائد السادس في ضيافة الفتح. والشباب على موعد مع أبها صاحب المركز العاشر. أبو سلطان ضمك والنصر. تبي توقع ولا تحليل؟ على السريع. لا أنا أعتقد النصر هو أكثر يعني حظ أوفر رغم الغيابات اللي عند نادي النصر على رأس أبو بكر، بس كذلك ضمك عنده لاعبين 2 مصابين بكورونا الله يشفيهم، وفي وأعتقد أن النصر هو أكثر حظ يعني الفوز. دكتور النصر نصر مستعد أكثر، لاعبين عنده يقدرون يسوون الفارق، بس ضمك كان مولع بداية الدوري. كان طيب. الرائد والفتح أنا بالنسبة لي حقيقة الفريقين هم لحد الآن عم يدوروا على نفسهم بالضبط، ولهذا أنا أتوقع التعادل. تعادل يعني. أبو سلطان أتوقع الفتح. فتح والشباب وأقرب شيء الشباب وأبها. نعم. أكيد حتقولي الشباب. والله على الورق الشباب، لكن عاد يجي يحصل حائط مفاجأة يحصل شيء الله أعلم. دكتور الشباب بدون نقاش. الاتحاد من يتصدر الدوري عنده 35 نقطة، متقدم بأربع نقاط على الشباب. النصر عنده 26، الضمك عنده 26، يعني مباراة مهمة بكرة. الهلال 24 لكن من 14، الرائد 21 من 15، فيحاء 21 من 16، والطائي 19 من 15 المركز الثامن. آخر 8 هم الاتفاق، أبها، التعاون، الفتح مركز 12، وبعدين بيجي الأهلي، الفيصلي، الباطن، والحزم.